بس يا والله راكبين واحد منهم يلا شوف شو الاخبار ايش مسوي هلا بعم هلا والله يعني بعدين واحد كذا واحد كذا ينادي اقول لك لكم في واحد ثاني ورب النعمه فجاه اقول لك انت تسوي زي كذا ابو عمر حبيبي هلا ابو شوف الله يسلم ويخليك ان شاء الله يا قلبي رحلتنا ان شاء الله يوم الاربعاء تكونوا موجودين الصبح ولا الساعه 9 اكيد اكيد انا وديه شفتها سلم واستلم ما تفر يعني الاربعاء موجودين ايوه ما تفر ايوه ليل الصبح المطار مطارك في اي وقت والله مره نفك الباب والله ادخل تحت الطياره اكثر اللحظات اللي بتسافر فيها يا حبيبي يا حبيبي ايش الشعور اللي تشعر فيه لا انا بعدين لما تجيني اوريك مقاطع بالجوال تمام انا اجمل وقت اللي انا ابو تركي طبعا الصايد ابو تركي ما هو سفره هنا في الجوازات مراقبه ابو تركي في سفرات في سفرات ما ندري عنها تكفي ولا حقت سوريا ذيك اللي حقت والله في واحده جاني ابو الركب لا خلاص ان شاء الله الاربعاء الساعة 9 ان شاء الله متواجدين يا حبيبي حبيبي نور. الله يسلم ويخليك ان شاء الله سعيد يا رب محتاج ولد خالتي وخالي خلاص ابو عمر اسمع اه حبيبي دحين قلت لهم بس خالي موجود ولد خالتي موجود الرحله 9 ونص تقول لي تعال من 6 هنا ايش لا والله يا انا ما اعرف انك انت طالع دايركت مدينه انا افكر انه ترانزيت من جده لا ابشرك مميزين على طول دايركت انا اعرفك ابو جده انا اللي سامحني هذا اللي ما اعرفك اللي ما اعرفك ايش هلك يعني بس كويس ما توصل الديره خلي ما توصل الديره الا انت خلاص ايوه يلحقوك بفيتامين سي ايوه والله فيتامين سي قول لي الساعه 6 تقول سلام حياك الله حبيبي